السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أكيد حضراتكم امبارح في الساعات المتأخرة من الليل شفتوا الصورة بتاعة الفنان إيمان البحر درويش، الصورة اللي نشرتها بنته. طبعا ربنا يا رب ياخد بإيده ويشفيه شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن ينزل عليه نسمات رحمته بالشفاء العاجل يا رب العالمين. لكن الصورة بمجرد ما نشرت كل وسائل الإعلام سواء المحلية أو العربية أو العالمية نشرت الصورة. ليه؟ لأن إيمان البحر درويش بعيدا عن إن هو فنان مشهور في مصر، إلا إن هو كان نجم معين وكان ترند معين في شهر يوليو 2021. في يوليو 2021 لما أعلنت إثيوبيا، هتقول لي إيه علاقة إيمان البحر درويش واللي حصل له بإثيوبيا وأبي أحمد؟ لما اثيوبيا تقريبا اعلنت الملء الثاني، اعتقد ايا كان الملء اللي حصل في يوليو 2021، وخرج بعد منها عبد الفتاح السيسي وتفاخر وافتخر بان احنا بنعمل تحليه لمياه الصرف الصحي، وخرج بعد منها وزير الري وتفاخر وافتخر بان احنا ان شاء الله مش هنواجه ازمه بسبب نقص المياه، او مش هنواجه مشكله بسد النهضه علشان احنا بنحلل مياه الصرف الصحي. وقتها الفنان ايمان البحر درويش خرج في فيديوهات وتغريدات وتويتات وبوستات كتير جدا جدا على الفيسبوك وعلى تويتر يتكلم عن الوضع ده، بما فيهم فيديو خرج بمنتهى لما عمل كذا فيديو وكذا تغريده وكذا بوست. ساعتها ايمان البحر درويش كان هو الترند في مصر، كان الترند في مصر فعليا، فنان مشهور له ثقله، كان نقيب الموسيقيين في مصر، بيهاجم نظام عبد الفتاح السيسي من داخل مصر. مش انت بتقول لك لو عايز تعرض تعالى من مصر؟ هو كان بيهاجم من داخل مصر، كان بيتكلم عن فشل السيسي في سد النهضه، وابي احمد ازاي خد السيسي ورا سد النهضه اللي هو مصنع الكراسي ورا سد النهضه وكده، فكان بيتكلم عن المشهد ده. منين بقى؟ من جوه مصر. خرجت عليه اعلام السيسي نهشوه، نهشوه نهش، فقعد يقول لهم يا اولاد الاحبه، ومش الكلام اللي هو الاحبه من الحب، فقال لهم يا اولاد الاحبه والاحبه اتنين اتنين والكلام ده كله. المهم فايمان البحر درويش فيديو من ضمن الفيديوهات اللي بيتكلم فيه عن سد النهضه، وطلع اعلام السيسي قال له انت كده هتتحبس ومش هتعمل ايه، راح طالع ردد عليهم بالشكل ده. السد وينزل خبر الاهتمام بتحريك مياه البحر، اي حد يفهم ايه غير ان الموضوع بتاع النيل ده يا جماعه انسوه بس. لكنهم لم يصلوا الى هذه الدرجه من الظلم الشديد ان هم يعتقلوا اعظم فنان في العالم غنى الوطن على حسابه من جيبه. أنا عامل رجولة ولادك في وش اللي خان سفينة نجاتك لبر الأمان، وصرخة وحوشك معاهم جيوشك تبيض وشوشك في أرض الله، لما دول يجوا يعتقلوني يبقى لا مؤاخذة. طبعا ده كان آخر فيديوهات إيمان البحر درويش، خلاص بقى. بعد الفيديو ده إيمان البحر درويش توقف، هوب مرة واحدة ما بقاش حد عارف إيمان البحر درويش فين، لغاية تقريبا فبراير 2022 او بعد ذلك كمان بفتره، ايمان البحر درويش محدش عارف مكانه، والناس تسال. وفنان وكان نقيب الموسيقيين اللي هو بقى مش هاني شاكر، عارف انت شاني هاكر؟ هو مش زي شاني هاكر، هو ده فنان رفض اللي بيحصل في مياه نهر النيل، رفض ونهر النيل شريان حياه المصريين وكل الكلام الجميل جدا كل ده ايمان البحر درويش كتبه، فاخدوه امن الدوله اخدته. أن بعيدا بقى عن الكلام اللي بنته تطلع تقول والكلام كل ده يا جماعه، برضو الناس اللي في مصر لها وضعها الخاص. يعني اي ايمان البحر درويش لما يقعد ست سبع شهور ثمان شهور ونقيب الموسيقيين وفنان مشهور مشهور في الوطن العربي ومحدش يعرف مكانه، ازاي بقى؟ فخرجوا وقتها قالوا لك ده احنا وديناه العباسيه، ودوه العباسيه المستشفى بتاعت العباسيه، ها ودوا الراجل العباسيه. وبعد منها قال لك لا ده مش عارف، ده مش في العباسيه، ده في بيتهم. لا، ايمان البحر درويش امن الدوله خدته، امن الدوله خدت الراجل. وسبحان الله وتعالى، وحالات فرديه، يعني بص انت ماشيها حالات فرديه. يعني ايه حالات فرديه؟ اي حد يخرج من اقبيه امن الدوله او من سجون عبد الفتاح السيسي ما بيمرش عليه فتره الا وبيكون بوضع ايمان البحر درويش، نسال الله عز وجل ان ياخد بيده وان يشفيه يا رب العالمين. لكن هو ده الوضع بتاع مصر، هو ده الوضع بتاع استعارض، تعال عرض من جوه. طب دول عرض من جوه، ما انت لازم تيجي من بره تعرض من جوه، علشان لما تعرض من جوه نحطك في العنبوكه. امال انت فاهم ان هي دي المعادله؟ دي المعادلة بتاعت معز السيسي. يا معزة، دي المعادلة بتاعتك يا معزة، فهي دي المعادلة بتاعتهم. يا برص يا سيساوي، دي المعادلة بتاعتك. ف
فالمقصد كله من 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 اللقطه كلها اللي حصل لايمان البحر درويش. بنته كتبت البوست قالت سيشهد التاريخ ان ده ايمان البحر درويش، سيشهد التاريخ فعلا على هذه الصوره او صوره هشام جنينه. فاكرين هشام جنينه واللي عمله له لمجرد ان قال لهم في فساد ب 600 مليون 600 مليار جنيه؟ ده طلع هشام جنينه ده وقتها لما قال في فساد ب 600 مليار جنيه، كنا في 2016 انا كنت في مصر ساعتها، ما كنتش لسه مشيت من مصر وكده. فهشام جنينه اول ما قال الرقم ده قلت يا نهار الرقم ده كبير قوي، وقعدت ده لا ويعني ايه ومتحمس قوي، نعمل الرقم ده كبير قوي ازاي يا عم يكون في فساد بالرقم ده 600 مليار جنيه ازاي؟ اتاري 600 مليار جنيه دلوقتي سيسي بيطلعهم في مصلحه، في مصلحه، في لقطه من اللقطات سيسي بيعمل 600 مليار جنيه، في كوبري من الكباري، في كوبري من الكباري سيسي بيطلعه كده، بص كده كده بيطلع ال 600 مليار جنيه. فخدوا هشام الجنينه وشفنا اللي حصل لهشام الجنينه، وعرض من جوه، عرض ايه ده؟ كان رئيس الجهاز، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللي هو يحق له ان يقول رئيس الجمهوريه دي اخذ فلوس ولا ما اخذش. لا ازاي ازاي احنا في دوله الحاكم بامر الله عبد الفتاح السيسي؟ لما يقول لك تعال عرض من مصر قول له دول عرضوا من مصر فتعمل فيهم كده، فلما يجادل معاك تروح قافل لك ومديله على طول. نسأل الله عز وجل السلامة للفنان إيمان البحر درويش اللي احتضن. انتوا بس متخيلين يا جماعة دي صورته في... طبعا ما فيش حد كبير على المرض، تمام ما فيش حد كبير على المرض دي اوكي، لكن انت بس متخيل صورة الراجل في الفترة الوجيزة تحولت ازاي، تحولت ازاي في ده يوريك قد ايه اللي بيروح هناك في انت رافع راسك، انت رافع راسك في امن الدولة، اقول له انت رافع راسك تعال. تعرفش بقى ممكن اكيد انتوا ادرى مني في القصص دي كلها، يديله حاجه كده ولا كده ده يطلع من من المعتقل ولا من امن الدوله، ما ياخدش 3 4 5 6 شهور ويحصل له حاجه بره البتاع ويقول لك ده قضاء وقدر. وبره العشرات ومئات الحالات شفناها، شفناها الناس تبقى موجوده في امن، تدخل بصحه امن الدوله تخرج الناس مش عارفه ترفع راس، مش عارفه ترفع راس، 3 4 شهور الامانه تروح لربنا ويرتقي الى الرفيق الاعلى. فبمجرد ده حاله فرديه ما حصلتش عندنا والله، شوف احنا خرجناه لكم اهو وحصل كده عنده. ده اللي حصل لايمان البحر درويش، اللي ايمان البحر درويش ده في اولا زي ما قلنا تاني للمره المليون ربنا يشفيه ويعافيه رب العالمين. لكن اللي حصل ايمان البحر درويش ده مثال واضح جدا جدا لمصر، مثال واضح جدا جدا اللي بيعيشه الشعب المصري، مثال واضح جدا جدا لقهر الرجال، مثال واضح جدا جدا للقصه اللي لسه حكاها لكم من يومين عن الاستاذ محمود توفيق اللي في اسكندريه وابنه اللي امين شرطه في بيته عايز يعمل حاجه مع امامه الشاب وجوزها واقف، فامي دافع عن ام قدوت انت بترفع راسك ويا عميل يا متامر ازاي تمنع امين الشرطه من انه يؤدي مهامه الوطنيه مع والدتك في شقتها قدام جوزها وابنها؟ اخذ الطالب بتاع الثانويه العامه ضيعه عليه الثانويه العامه، وفي الاخر والده توفى داخل سجون السيسي فتخرج، او داخل امن الدوله في الاسكندريه فتخرج وزاره الداخليه تقول لك لا ما حصلش حاله فرديه. فعلشان كده حط بقى ايمان البحر درويش جنب منه 105 الف معتقل، جنب منه الاستاذ محمود توفيق، جنب منه ابنه بتاع الثانويه، عد الناس دي كلها 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 هتلاقي الظلم اللي بلغ في مصر عنان السماء. الظلم ده نتيجته ايه؟ برافو عليك، اللي انت بتعيشه الان، الوضع اللي انت بتعيشه الان ده نتيجه الظلم اللي بتعيشه مصر. ربنا يشفي ايمان البحر درويش ويرد صحته ليه يا رب العالمين عاجلا غير اجلا. سلام عليكم.